شباب ابعدوا عن والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلى محلى الفا فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى توحدوا كان الحجر مجواه والسين سؤال السجين امتى الفرج الجاي طلعت بدر على الشهيد في ثراه واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلى واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلى والنون والنون نور النبي وقدسنا مسرى علي الكوفي يعلي ودول احبيها اني عتابة ومجانة وسامر فيها علي الكوفي يعلي ودول احبيها اني عتابة ومجانة وسامر فيها السلك بحنية شفرة عتابة وضحية السلك بحنية شفرة عتابة وضحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها وغني عتابة وميزانة وسامر بيها كما توقعنا من خلال شاشة الفجر الجديد واعلنا بالانتصار الكبير والعلم الفلسطيني يلوح في بيروت بانتصار علي الكوفية محمد عساف رقم 3 هذا هو الانتصار الفلسطيني الذي سجل في هذه الليلة وفي هذه الاغنية التي اعطت الكثير ومنحت البهجة لابناء الشعب الفلسطيني كما نشاهد الان هذه الجماهير التي صفت وصفت وجاءت لتتابع هذا الحدث وهذه السهرة وهذه الأمسية للكوفية الفلسطينية انتصرت في هذه الليلة مع محمد عساف بطل أرب أيدل هيا الفرحة الفلسطينية وهذه الهتافات الهتافات الفلسطينية والأعلام ترفرف في معرض طول كرم لتؤكد أن
ان فلسطين حاضرة بكل مكان، ومحمد عساف والفرح هنا. هذه الاجواء الجميلة دائما. شاشة البث الجديد كانت معكم واكدت الفوز قبل انتهاء الجولة الاخيرة، ودائما الانتصار العظيم لفلسطين. مبروك لفلسطين، مبروك لمحمد عساف، مبروك للشعب الفلسطيني، ومبروك للكوفية العرفاتية، مبروك للكوفية العرفاتية، ومبروك للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على هذا الانتصار. لفلسطين دائما الانتصار، ودائما من خلال شاشة البث الجديد. يا محمد عساف، هنا الهتافات والتشجيع تتواصل بانتصار كبير وجديد لأبناء الشعب الفلسطيني بهذه الأغنية وبهذا الصوت الذي أكدنا أنه هو الصوت الأفضل على المستوى العالمي والعربي، وكان لفلسطين الحضور. ومحمد عساف حقيقة حقق حلم كل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي الشتات بهذا الانتصار والتتويج الكبير لأبناء الشعب الفلسطيني. وهذه صور محمد عساف وهو يتوج بطلا لأرب آيدل. إذا الأطفال يلوحون بالانتصار. محمد عساف من شعبنا كل فلسطين، كل فلسطين هو رقم ثلاثة. مش حيالله يعني، لو أن كل الناس يشجعوا بدنا احنا كمان نشجعوا. احنا مع فلسطين، وفلسطين دائما. محمد عساف هو البطل. عندليب فلسطين، عندليب فلسطين انتصر. وهذه الصورة هي التي أعطت محمد عساف للتتويج في بطل أرب آيدل ليكون هو الرجل وهو البطل الفلسطيني في هذه الأمسية والسهرة والبهجة. لنتابع معكم من خلال شاشة الفجر الجديد مشاهد اللقاء والانتصار. اذا كل من يتابع اليوم فرحه فلسطينيه بانتصار محمد عساف. الحمد لله رب العالمين، الف مبروك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب عروسنا المغني الفلسطيني محمد عساف. الحمد لله رب العالمين، رب عروسنا، رب عروسنا. انه مخيم زينا زيه وزي ابننا وزي اولادنا، زي ابننا فلسطيني وفلسطيني ومخيم بيجو ومخيم زينا زيه مخيم. محمد عساف بس رقم ثلاثة، اللي ما بيحبوا يجيني بس اليوم نصره وجبر خاطره. الحمد لله. هذه الفرحة الفلسطينية تستكمل مع هذه المشاهد وهذه اللقطات لابن فلسطين محمد عساف. كونوا معنا من خلال شاشة الفجر لتسجيل مشاهد الفرحة للفجة والعرس الفلسطيني بفوز محمد عساف كبطل فلسطيني. معكم من وراء الكاميرا على اجلات، ومني انا منتصر هذه الفرحة، محمد عساف فلسطيني بامتياز. يوم العرك دروب النصر نضويها. Good night.